بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، تحدثنا في الدرس الماضي حول فرائض الصيام، وفي هذا الدرس إن شاء الله أتحدث عن أصحاب الرخص الشرعية الذين أباح لهم الشرع أن يفطروا في نهار رمضان. كما هو معلوم لديكم أيها الإخوة أن من مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على الكليات الخمس، والكليات الخمس هي أولا حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسب. هذه الكليات الخمس الإسلام يدعو إلى الحفاظ عليها، بل إن كل أديان السماوية تدعو إلى الحفاظ على الكليات الخمس، وهي التي يسميها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات بالضروريات الخمس. وكما قال علماؤنا أن الحفاظ على الأبدان مقدم على الحفاظ على الأديان. بماذا تعبد الله؟ تعبد الله سبحانه وتعالى بالبدن، وإذا فرطت في بدنك وأصيبت بمرض فإنك لا تستطيع أن تقوم حتى بالضروريات من العبادات. ولذا مطلوب من الإنسان هو أن يحافظ على بدنه، لأنه به يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى، وبه يستطيع أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأريد أن أنطلق من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه، حديث يرويه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا ويسروا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. من خلال هذا الحديث نتحدث عن أصحاب الرخص الشرعية الذين أباح لهم الشرع الفطر في نهار رمضان. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أول واحد يرخص له بالفطر وهو المسافر، والمسافر له شروط، ليس كل مسافر من حقه أن يفطر في نهار رمضان. المسافر له شروط، من شروطه أن يكون هذا السفر مباحا، ثانيا أن لا يكون سفر معصية، ماشي غادي يعصي الله سبحانه وتعالى ويسافر ويفطر، ثم أن تكون المسافة مسافة قصر، قصر بمعنى القصر المسافة التي تقصر فيها الصلاة الرباعية، وإيما مقدار الفقهاء رحمه الله كانوا يعبروا بالبورد والميل، ولكن احنا نقولها مثلا 77 كيلومتر او 80 كيلومتر، هذه هي المسافه التي تقصر فيها الصلاه. اذا كان سفره بمعنى ان يكون السفر طويلا. ثم الشرط الاخير وهو ان يخرج قبل الفجر، وهذا هو الشرط لكثير من الناس كيجهلوه ما كيعرفوش، وهو ان يخرج قبل الفجر، بمعنى خصو يخرج قبل الفجر باش يعني ممكن له باش يفطر. اما الى خرج حتى العشرة ولا حتى ال11 ولا حتى ال12 هذا لا يصح منه، خصو ما يفطرش. علاش؟ لانه اختل شرط من شروط الفطر وهو بقاؤه حتى طلع الفجر. الشرط من الذين رخص لهم الشرع ايضا من هم؟ المريض. والمريض انواع، هناك المرض المزمن، وهناك المرض المتعايش، بمعنى تقريبا كل الناس ما كاينش اللي خاطيه اللي ما مريضش، اي واحد منا الا فيه مرض من الامراض، كاين اللي واجعوا راسه، كاين اللي توجعوا الدرسه، كاين اللي مريض في الجنب ديالو، كاين اللي توجعوا رجله، ولكن هذه الامراض كلها متعايشه، الانسان يتعايش معها، هذه ممكن الانسان يصوم معها ما عندوش مشكل.
لكن في بعض الأحيان قد يقع لك مرض، مثلا واحد المرض اللي هو بحال حمى، قد الإنسان يضطر أنه يشرب الدواء ويضطر أنه يأكل. هنا في هذه الحالة ما حكمه؟ يقضي تلك الأيام التي أفطرها، فعدة من أيام أخرى. لكن هناك مرض آخر، شكون هو؟ وهو المرض المزمن. مرض المزمن هذا ما حكمه؟ المرض المزمن هذا صاحبه لا يصوم، مثلا إذا كان في مثلا مرض السكري كيستعمل أنسولين، أو مثلا عنده الكيلي مثلا القصور الكلوي، أو عنده السرطان الله يحفظ، بمعنى هذا الشرع أباح له الفطر وليس عليه قضاء، وإنما يفدي عن كل يوم، يفدي عن كل يوم، بدليل قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. فديته، والفدية كما قدرها علماؤنا رحمه الله بـ4 دراهم عن كل يوم، وهي مقدارها مد من الطعام، بمعنى هي الربع ديال الفطرة، هي الربع ديال الفطرة، مقدارها 4 دراهم. من الذين رخص لهم الشرع ايضا في الفطر من هم الشيخ الكبير الذي بلغ من الكبار عتيا، شيخ عهارم كبير، هذا عنده حكم خاص. اذا كان بعقله وغير مريض، وحتى ولو بلغ 90 عام او 95 عام او 100 عام وقدر يصوم، فانه يصوم لا شيء عليه. إلى قدر يصوم، لأن شكون اللي كيتحكم هنا؟ هو الطبيب، هو المرض. الطبيب إذا قال له لا شيء عليك أنت تصوم ماشي مشكل، فإنه يصوم ولا شيء عليه. لأن الطبيب شوف، لأن هذه الأمور ديال الصحة شكون اللي كيفتي فيها؟ راه الطبيب. ولهذا علماؤنا رحمه الله تيقولوا رأي الطبيب فتوى الفقيه. إلا قال لك الطبيب أنت ما تصومش، خصك ما تصومش، لان فيها مصلحه ديالك. الا قال لك الطبيب انت ماشي مشكل ممكن تصوم، صوم ولا حرج عليك. اذا الشيخ الكبير اذا كان ما مريضش، ما فيه سكر، ما فيه حتى شي حاجه، وعادي ممكن يصوم، لكن هذا بالشرط اذا كان بعقله. علاش؟ لان العقل ضروري، اذا فقد عقله فانه لا يطلب منه لا صوم الفرض ولا القضاء ولا حتى الفدية. علاش؟ لأنه فقد لشرط التكليف. العقل هو شرط التكليف. ولا في هذا يقول سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ. إذا فقد عقله، بحال مثلا شي واحد كبير مسكين تيتصاب بالزهايمر في آخر حياته، وما أكثر هذا المرض ينتشر في هذا الزمن ديالنا. هذا مسكين اللي ما يعرفش ولده، ما يعرفش المرض ديالو، ما يعرف حتى واحد، هذا مرفوع عليه القلم، ما يصومش، صافي. ما عليه لا قضاء ولا صيام ولا فدية. لكن إذا كان عنده العقل وقادر يصوم، خصو يصوم. إذا كان عنده العقل ولكن مريض، هذا ما يصومش، لأن قد يؤدي به الصيام إلى استفحال ذلك المرض، وقد يؤدي به الصيام إلى فقدان حاسة من الحواس، بحال القلب ولا بحال العين ولا بحال أي حاسة من الحواس اللي ممكن تمشي له بسبب الصيام. من الذين رخص لهم الفطر ايضا، واخا نزيد واحد النقطه نركز فيها، وهي بالنسبه للفديه. الفديه هي ماشي واجبه، الفديه هي مستحبه. مثلا اذا ما قدرش يدي الفديه فلا شيء عليه. وفي هذا يقول ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله عليه، يقول: ويستحب للشيخ الكبير اذا افطر ان يطعم. يستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم. ننتقل إلى المرأة الحامل والمرضع. المرأة الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها، فإنه يصح لها أن تفطر، ولها حكم خاص. المرأة، علاش؟ لأن الحمل يعتبر الفقهاء هو مرض، على عكس المرضع، غنتحدث عليها إن شاء الله. المرأة الحامل لها الحق أن تفطر وتقضي تلك الأيام التي أفطرتها بعد وضع حملها، بعد أن تضع حملها، ولا تطعم، على القضاء فقط. وفي هذا يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه في كتاب الرسالة، يقول: وإذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها فإنها تفطر
وتقضي تلك الأيام. أي نعم. أما بالنسبة للمرضع، المرضع فإنها المرضع، لأن الرضاع، الرضاع هو ليس مرضا. المرأة المرضع إذا خافت على ولدها، مثلا المرأة في بعض الحالات إذا صامت تينقص منها الحليب وما كتلقاش باش ترضع الولد ديالها، بمعنى ذاك الولد يحتاج إلى الحليب، بمعنى الشرع أباح لها أن تأكل كي تستحضر الحليب لإرضاء ولدها. هنا ما حكمها؟ المرأة إذا أفطرت من أجل ولدها فإنها تقضي تلك الأيام بعد أن يستغني الولد على الرضاع، تقضي تلك الأيام التي أفطرتها وتطعم. شو سبحان الله الفرق بين المرأة الحامل مع المرضع. الحامل لا تطعم، والمرأة المرضع تطعم، تقضي وتطعم عن كل يوم، بمعنى تخرج الفدية. علاش؟ لأن الرضاع هو ماشي مرض على عكس الحمل. وهنا هذا خلاف فقهي كما قال الشيخ الدردير رحمه الله، قال وسبب الخلاف هنا أن المالكي رحمه الله لا يعتبرون الآية قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، قالوا هذه الآية منسوخة بقول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه. إذن هذا ما يتعلق ب، لا أطيل، هذا ما يتعلق بأصحاب الرخص أو أصحاب الرخص الشرعية الذين أباح لهم الشرع أن يفطروا في نهار رمضان، وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن يجعله خالص لوجه الكريم، والحمد لله رب العالمين.